وبعدين يا استاذ احمد احنا مش هنقعد نتكلم على البرادعي كتير، يعني انا بتفق مع النبوي في حاجات كتير بس بختلف معاه في جزئيه واحده، لما قال لك الراجل ده من امتى كان راجل؟ ده الراجل جاسوس وخاين، واذا نزل مصر هنا اولا هو مش راجل، لو نزل مصر هيضرب بالجزم هو والعيال الجواسيس الاوساخ الكلاب اللي في تركيا واللي في قطر، الواد اللي اسمه محمد ناصر على زويبه على معتز مصر على الاشكال القذره دي. امبارح يا استاذ احمد كان الغل والحقد، واحنا بنكسب امبارح المباراه امبارح دي بتاع المغرب، الحقد والغل فيهم، هيموتوا ان الشعب سعيد، هيموتوا ان احنا توحدنا، هيموتوا على المشاريع اللي هي سابقه الزمن، والله العظيم الرئيس عامل مشاريع سابقه الزمن اقسم بالله، والشعب المصري ده هيشوف احلى ايام. وانا بتفق معاك يا استاذ احمد وانت بتقول اصبروا واللي جاي حلو ان شاء الله، والله اللي جاي حلو، بس انا عندي مشكله كبيره، وانت عارف ان انت بتبقى متعصب لبلدك، يعني انت سوهاج بتتكلم على سوهاج، انا متعصب للشعب المصري.